انا جايبه ب 15 جنيه. ليه ده انت بنت اللقمه يا بنت، ما فيش عسل كتير كده. نو 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 يا بنت، نو نو نو. في بلكونه، انا عايزه افهم، هو مش في بلكونه هنا وفي نور رباني يدخل؟ انا عايزه افهم. ايوه في اهو الله على النور، شايفه النور؟ والله النور ده حرام عليك في النهار. ليه يا بنتي؟ فيها ايه يا ماما؟ عادي هتعصبيني. مفيش خروج، مفيش خروج. لا خلاص خلاص. فين اخوك؟ اخويا بره. بره؟ اه. طب يلا قدام اتفضل. ماشي حاضر. يلا يا ولاد جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. بس ماما انا عايزه اقول لك على حاجه، طلب صغنن. اتفضلي. الصراحه وانا ما فطرتش النهارده كويس للصبح. نعم ما فطرتش كويس للصبح؟ هو انا مش حضرت فطار وحطيت الفطار وقعدت اتحرق عليك؟ والنبي حبيبتي كلي، النبي حبيبتي كلي. انا اسفه يا ماما، انا جعانه. والنبي يا ماما حضر فطار مرتين هنا؟ يعني انا دلوقتي انا المفروض نلبس عشان نخرج؟ احنا خارجين، انا غلطانه بخرج، مفيش خروج. يلا قوم اقلع، قوم اقلع، يلا قوم اقلع. قول يا ماما. عايزه انت دلوقتي؟ انا عايزه اكل بحاجه صغننه. انا كمان يا ماما عايزه اكل. نعم انا كمان عايزه اكل. عايز تاكل؟ ماشي. تجيب لهم ايه دول ياكلوا؟ حضرت فطار مش هجيبهم، ما حضرتش مش هجيبهم، برضه بياكلوا. طب انا اعمل ايه؟ انا مش عارفه اجيب ايه برضه، ما قداميش غير حل واحد. انا جعانه. وانا كمان. بتشتكوا عن مكل البعض، جعانه 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 صح؟ مين جعان حبه صغيرين ومين جعان حبه كتير؟ لا انا جعانه كتير. وانت حبه صغيرين على قدك، انت صغير. ماشي. بصوا بقى الموزه دي هنعملوها ايه؟ هنقشروها كده خلاص. انا عارفه كتير خالص. لا انت قلت حبه صغيرين على قدك بس. لا بقى تكذب تكذب تكذب. حتى الموز كنت مخلياه الموز الشهر كله هتضيعه، لموز الشهر. اتفضلي نص بتاعتك دي الكبيره. يلا امسكي بقى، امسكي يلا بس عشان لسه اخوكي وانا كمان. وانت يا يزن انت قلت حته صغنونه على قد بقى. اتفضل بس. ودي الحته بتاعتي بقى انا. ليه؟ تعالي كده بقى. يلا حبيبتي الحته دي بتاعتي هشيلها بقى لما اجي انا هبقى اكلها. عارفين لو حد فيكم انتوا الاثنين مد ايده جوه التلاجة وخد الموزه بتاعتي انا هعمل ايه؟ ما تهاتي حته. لا لا هاتي حته لماما بنت انا حبيبتي. لا اكلها من دي. ما دي لما اجي، لما اجي اقطمها برده واكلك من. هاتي حته. لا هاتي حته. لا لا ماما. لا ماما. لا طب يلا قوم، يلا جهزي نفسك، يلا عشان نمشي. يلا يلا. بس دلوقتي عاوزة كده بس عشان اعرف اتكلم معاكي.
بصي لي هنا احنا هنشتري ايه؟ هنشتري تيشيرت واحد ليكي انت واخوكي. لا تيشيرت اسمعي اسمعي، هنجيب تيشيرت ينفع ولد وينفع بنت، فصلتين لا يعني هنجيب تيشيرت واحد تلبسيه انت واخوكي وكل خروجه واحد فيكم يلبسه. ازاي؟ هو تيشيرت واحد هتجيبي لي فستان؟ هقول لك لا الفستان ده ما ينفعش اخوكي، اخوكي مش هيلبسه، لكن التيشيرت اخوكي هيلبسه عادي. يا ماما ده يا ماما اسمعي كلام خلاص؟ لا انا عايزه اجيب طقم. طقمين؟ اه طقمين وبنطلونين. وبنطلونين؟ اه. ليه بقى؟ كده يعني وبوتشيه. هو انا بلاقي الفلوس ولا ايه؟ انت عايزه كده. سؤال بس سؤال بس، هو انا بلاقي الفلوس في بنك الحظ؟ ها؟ بلاقي الفلوس في بنك الحظ ما تردي عليا. لا. طيب الحاجه اللي اقول لك عليها لا ومفيش كلام. طب بص فاهم؟ تشتغل تيشيرت واحد انت واختك هما اللي هو واحد منهم. يا ماما عايزه تيشيرت يبقى يلا نروح. يلا نروح. يلا نروح. خلاص. انا قلت فساتين لا. يا ماما انا عايزه اللي مش عايزه لاخويا. مش هجيب فساتين انا اقول لك. ايه حكيت ال... ايه ده؟ طب ماما بص ده تيشيرت برضه. ده تيشيرت ده لونه بينك يعني مش هينفع اخوكي. احنا عايزين حاجه بص ابيض اسود تليق عليك. لا بحبش الاسود انا بحب. انا مش هجيب غير اسود وابيض. ماشي؟ الله بصي ده. الله بصي ده بصي ده بصي ده ينفعك انت واخوكي. ينفع بنت وينفع ولد. ده عاجبني قوي. ايه؟ انا عايزه مقاسي انا. هو بصي هجيب مقاس واحد ليك انت واخوكي. ازاي؟ هو كده. ازاي؟ تعالي بس كده عشان ايه بس اشوفك كده مش فاهميني كده وعايزه ايه بقى انت؟ أنا هو ده هو ده ليك انت واخوكي. خلاص؟ هتلبسوه تحت بعض. هتلبسوه تحت بعض انتوا الاثنين. يلا يلا تعالي نقصوا. يلا لا يا ماما لا. ولا اجيب لك اجيب لك الاكبر ينفع كل السنه الجايه؟ لا 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 الاكبر ينفع كل السنه الجايه. الله بصي بصي انا عايزه تيشيرت طول التيشيرت ده. بصي تعالي هو ده فستان صح؟ لا بس بص ممكن تعالي حبيبي كده بس حبيبي بس انا ممكن ده اعمله ايه؟ بصي ممكن ده اعمله فستان ليكي والسنه الجايه ينفع التيشيرت واخوك يدخله جوه البنطلون. ما هو كده ده اللي عندي ماما. نعم ده بتاع البنات. بصي بس اسمعي بصي من هو في علامه تقول ان هو بتاع بنت؟ في علامه؟ بصي انت هتلبسي فستان مره وتيشيرت مره تدخليه جوه البنطلون واخوكي لما يخرج هيدخله جوه البنطلون. يبقى كده احنا جبنا حاجه واحده لبسناها بكذا طريقه. شفتي شفتي ماما شفتي عقل ماما شفتي عقل ماما. ايه ده؟ جيبه ايه؟ ما بديتش جيبتها. بديش جيبات ولا بنطلون؟ خلاص؟ بديش جيبات، ابعدي عن القسم ده خالص. طب ماما بصي ده. بس ده بتاع ايه ده؟ ده جاكيت ده ولا ايه؟ ده على الشتا. ده بتاع الشتا. هدوم شتا في هدوم الصيف؟ اه. ايه ده؟ دول تعالي تعالي. القسم ده مالناش دعوه بيه خالص، احنا عندنا قسم التيشيرتات. ده جميل، بس يا يزن حلو يا يزن تعالي انت بتفهمني يا يزن، حلو ده؟ مش ده ينفع ولد وبنت؟ اوه اوه سلم عليا. خلينا نتفق انت صاحبي حبيبي وكفاية. لا سلم سلام رجالة. ماما ماما انا واحد احلى. عندي واحد ولا ده في حاجات كتير ما قلت لك الحاجات دي ما تتكلميها. اسمعي الكلام بقى يلا. انا اختار انا مين شوف مين هيدفع لك معاكي فلوس؟ لا خلاص شوف مين هيدفع. بابا لا بابا اللي يدفع لك. ماشي يلا بينا يلا بينا. ما عجبكوش حاجه لسه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده بس ده ايه ده؟ اسمعي بس اسمعي ده ايه ده؟ ده بتسمعي في ميوزك بس ده؟ روحي روحي تتكسر يحسبوها علينا. ودي يا بنت عيب يا بنت هم حاطين الحاجات دي تحت ليه؟ مش عارفين ان في اطفال هنا في المكان. ما ينفعش يا بنتي اسمعي. يا بنتي بس انا مش هجيب انا مش هجيب طواقم انا مش هجيب طواقم. لما نروح البحر اقعدوا تحت الشمسيه بس. بصي 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 ايه ده؟ مش هجيب طواقي انا. يا بنت اسمعي الكلام اسمعي الكلام انا مش هجيب طواقي. لما نروح حديقه البحر او البول اقعدوا في الفيلم مش لازم تقيموا. ماشي؟ ده لو وديتكم يعني الصوت ده خلاص؟ يلا تعالي كده قدام قدام قدام. ايه ده؟ الله ده حلو قوي عليا انا رضيت ماما ماما يا
الارض حلوه قوي. يا بنتي انا قلت مش هجيب فساتين يا بنتي، انت بتفهميش؟ انت يا بنتي انا مش هجيب فساتين يا ماما، انا مش هجيب فساتين. يعني اخوك هيلبس فستان؟ يا ماما انا عايزه حاجه ليا. سؤال بس، هو اخوك انا مالي بيكي؟ اخوك هيلبس فستان، هذه حاجه تنفعك انت واخوك؟ لو سمحتي لو سمحتي بقى ما تخليش علي صوتي في المكان، هتخليني ازعق ليه وسط المكان؟ انا مش فاهمه. هتخليني اتعصب ليه؟ خلاص هتعصبيني ليه؟ خلاص يا ماما بقى. لا ما قلت هو تيشيرت واحد ليك انت واخوكي. لا انا جبت. خلاص ما تجيبوش هدوم احسن، البسوا هدوم السنه اللي فاتت. لا خلاص خلاص. الله خلاص يلا غيري الفستان ده. يلا مش جايبه فساتين، انا مش جايبه فساتين. ماشي يلا ماشي. لو جيت لو لمحت حد فيكم انتوا الاثنين اخدها ولا بس اخد اطمة منها مش هسيبكم انتوا الاثنين، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا ماما. فاهمين فاهمين. ماشي فيازا عايزه اقول لك على حاجه. تعرف ماما قالت لها ان هي معهاش فلوس وتقول لها هي معهاش فلوس وانا شفتها معاها فلوس قد كده في الدولاب قد كده تشراوي يا زرع. دي ماما بتهزر معانا وبتقول لي معيش فلوس معيش فلوس مش عايزة. سمعتك بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ تعالي لي هنا اهو. بتقولي ايه؟ سمعني كام اللي انت قلتيه لاخوكي ده؟ ماما معاها فلوس قد كده في الدولاب؟ لا عندي بس لا انا عايزاك تسكتي. ايه يا فلوس؟ ما تكذبيش ما تكذبيش. ماما معاها فلوس قد كده في الدولاب. انت ايه اللي فتحك الدولاب؟ انا عايزه افهم. بحوش لكم عشان مستقبلكم، عند جزاتي ان انا خايفه عليكم. وبعد كده مفتاح الدولاب ده انا هتربس الدولاب تربسه تربسه تربسه، ولو حد فيكم انتوا الاثنين حاول بس يفتح الدولاب ولا يجي جنبه والله يدور على المفتاح انتوا الاثنين مش هفهم. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمه فاهم. هشوف بقى هياكلوا ولا مش هياكلوا على الغدا. هشوف انا بس
كده كفايه قوي كفايه كفايه قوي كده كفايه. ايه ده بزخ هوت في ايه؟ يلا يا ولاد عشان تتغدوا يلا يا ولاد. يلا يا ولاد عشان نتغدى يلا 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 تحلوا يلا يلا تحلوا يلا. النهارده بقى عسل وفطير بقى ايه فطير مشلت التحفه جايبه لكم فطيره هتقعد معانا اسبوع ماشي. يلا حبيبتي بس استني اكبر الارض وتطرحها عشان العسل بس ما تزودش. اه يلا بسم الله. بصوا بقى العسل ده هيكفي الغدا والعشاء كمان يعني ما تخلصوهوش كله. في ايه الكلام مش عاجبك ماما؟ تضحك انت الكلام مش عاجبك انت كمان سوسه انت من تحت لتحت. ماما على نا. فكره الاكل ده بيكفيش عصفوره. سيو سيو اللي بتعمل سيو سيو. ايوه عصفوره يا حبيبتي اسمعي. بص والله الواد ده جدع والله يا واد انت جدع بيقول لك العصفوره بتاكل سمسم. ايوه يا ماما لو عصفوره اكل لو عصفوره اكلت حته زي دي بتشبعش. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ ماما هي دي حته فطيره حتى فطير وحتى ما دي هتكفينا احنا الثلاثه هنقسمه علينا احنا الثلاثه. لا احنا الثلاثه هناكلوها. ماما هي اي حاجه بقى يا ماما اصل ليها ما بيننا ما هنقسموها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا ماما يلا 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 بصي 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 حته العسل تاخدي بصي 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 حته كده مع الحرف بصي يلا يلا حبيبي افتح بقه بسم الله الرحمن نقوله بسم الله الرحمن الرحيم عشان الشيطان ما ياكلش. لا انا مش هاكل يا ماما. الشيطان هياكل الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. يلا حبيبتي يلا. لا مش هاكل يا ماما. انت مرضي عن الاكل وما بدك ما تاكليش هاكل انا واخويا. ماما انت مش هتكفيني يا ماما. بدل ما يكفي ثلاثه هيكفي اثنين يعني هناكل اكتر. قومي قومي ياكل انا واخوكي بس قومي يلا. الله بصي بقى تحفه. يلا ناكل انا وانت يا زن. اوعي يا بنت ايدك اوعي ايدك اوعي. مش انت قلتي لا؟ لا انا قلت اه. طب يلا خلي بالك اسرع يا ماما صح؟ الله يا بنت. شوفي 3 ولا 2؟ خلي بالك ما تاكليش عسل كله عشان هيتبقى منه. ها؟ ماشي. للعقل يا بنت انت يا بنت اللقمه يا بنت ما تاكليش عسل كتير كده. نو 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 يا بنت. نو 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 حبة عسل نو 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 نو. ايوه يعني بصي اعمل كده بصي نو 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 كده يعني كده. يلا نو 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 يلا يلا كملي يلا. نور انت يا بنت انت يا بنت انت يا بنت اخدتي العسل كله يا بنت. انت يا بنت طول عمرك ما بتسمعيش كلامي. ايوه يا بنت خالص بتعمل كده كل يوم. كل يوم بتعمل كده؟ انا لازم اقعد معاكم بقى طول النهار عشان اشوفكم بتاكلوا ازاي بتشربوا ازاي. انا تعبت منكم ان انا مش اكل. ماشي التكليش لحد ازاي؟ ما تاكلش دي بتاعتي بس. انا تتاكلوا مع بعض. الله دي حلوه قوي يا ياسر.